من المشاكل الحقيقية اللي تواجه كل الأمهات والآباء مع أطفالهم هي تعرضهم للرعاف أو ما يسمى بنزيف الأنف. يجدوا أنفسهم أمام مشكلة حقيقية، كيف يتعاملوا مع هذا الرعاف خصوصاً إذا تم تكراره أو استمر لمدة تزيد عن ربع ساعة؟ رح نتحدث أكثر عن الإسعافات الأولية اللي تقدم في حال حدوث الرعاف عند الأطفال مع الدكتورة نور داود الطبيبة العامة. مرحبا دكتورة نور. أهلاً إياد. دكتورة نور، بداية خلينا نتحدث للمشاهدين، ما هو الرعاف؟ أي نزيف من الأنف ممكن نسميه رعاف؟ هو الرعاف هو نزيف الأنف، بس في عنا حالتين من نزيف الأنف. عنا نزيف الأنف الأمامي اللي هو الأكثر شيوعاً، فهذا الشيء لازم الأمهات يعرفوه إنه هو جداً شائع عند الأطفال، نزيف الأنف الأمامي اللي هو بسبب في وجود أوعية دموية سطحية تحت سطح الأنف من الداخل اللي ممكن بأي شيء بسيط إنها تنزف. أما في الأكثر خطوراً والأقل شيوعاً الحمد لله هو نزيف الأنف الخلفي اللي هو بيصير في عنا نزيف وبيرجع على الحلق والبلعوم. طيب كيف تقدر تميز الأم إنه هذا أمامي ولا هذا خلفي؟ هلأ في أكثر الأحيان هو بيكون نزيف أمامي، لكن في النزيف الخلفي فهو بيكون في تدفق دم يعني كثير للحلق والبلعوم، فممكن إنه المصاب أو الطفل يكون عم ينزعج، عم بيصير في عنده غثيان، عم بيصير عنده تقيؤ أو اختناق، أو حتى اختناق وضيق نفس وتعب ودوران، لأنه هو بالعادة إذا كان في الألف في النزيف الأنف الخلفي بيكون كميات أكبر من الدم. لكن إحنا مش لازم إنه إحنا نرتعب طول الوقت أو لما نشوف أي نزيف أنفي من نزيف. طيب دكتورة، نحكي عن النوع السائد اللي هو نزيف الأنف الأمامي. الأمامي اللي أوكي. بتتسبب فيه شعيرات دموية دقيقة. مزبوط. كيف نتعامل معه دكتورة؟ ومتى فعلا نقول هاي الحالة خطيرة؟ هلأ بالحالات اللي هي لما يكون عندنا مريض عنده نزيف أنف، هلأ إحنا أول إشي لازم نعرف إنه هو معتقد خاطئ إنه إحنا نميل رأس المصاب للخلف. صحيح. لأنه هذا بيؤدي إنه يرجع الدم لورا. عشان هيك في بعض الأهالي بيقول للطفل بوجهه إنه ما تنزل رأسك، تلقائياً ارفع رأسك حتى ما يتسبب لك الموضوع باختناق. عاد العكس تماماً. هو العكس تماماً طبعاً، هو إنه لما نرجع رأس المريض لورا هذا الشيء بيسبب للاختناق والبلع أو بيخافوا من إنه زيادة مجرى الدم في حال نزلنا الرأس لتحت. هو الطريقة الصحيحة لعمل الإسعافات الأولية في حالة النزيف هو إنه إحنا خليني أشرح. تفضلي دكتورة. تمام. احنا في هاي الحاله لازم بس انت لازم نميل المشاهدين يشوفوها. احنا لازم نميل راس المصاب للامام ونضغط على الجهه الغضروفيه او الجهه الاماميه من الانف بشكل محكم لمده لا تقل عن 10 دقائق. يعني احنا ما بنقيم ايدنا او ما بنفك الضغط قبل ما يمر 10 دقائق. 10 دقائق بالضبط. 10 دقائق بالضبط. ما رح الطفل مثلا يصير عنده مشاكل تنفسيه؟ لا ولا شيء، عشان هو راح يكون بتنفس من فمه. تمام. فهلا بعد العشر دقائق، بعد مرور العشر دقائق اذا لسه في عنا نزيف فاحنا بنرجع بنعيد كمان 10 دقائق. هلا متى احنا بنحكي لازم نتوجه للطوارئ؟ اذا كان استمر النزيف لاكثر من 30 دقيقه هاي وقتها انه احنا لازم نتوجه للطوارئ. او في حالات خطره ثانيه مثلا انه في حال النزيف صار خلص، في حال النزيف صار بعد مثلاً إصابة في الوجه، في حال النزيف صار بعد ما تدخل جسم غريب جوا الأنف، في حال لم يتوقف، في حال المريض بلش يشعر في التعب، في ضيقة النفس، الإرهاق، وبلش وجهه يصير شاحب اللون، وقتها إحنا بنعرف إنه هاي كمية كبيرة. دكتورة أنت قلت من شوي إنه إحنا نضغط 10 دقائق من ضمن الإسعافات الأولية. نعم. سؤالين أنا عندي. السؤال الأول، في بعضهم يحط دقيقتين ويرجع يفتح ينتبه إنه هل انتهى الرعاف ولا ما انتهى. السؤال الثاني، في بعضهم تلقائيا يلجأ يحط مثلا فازلين أو يحط زيت زيتون على قطنة أو مثلا فاين ويحطها في الأنف، يقول لك هذا ممكن يوقف الرعاف أو ممكن حتى الشبة، تنصحي فيها دكتورة؟ هلا القطنة هاي يعتبر من الوسائل الإسعافات الأولية القطنة، لأنه حتى إحنا في المستشفى لما يجينا المريض إحنا بنحط قطنة، فإحنا بنحط قطنة على شكل زي هيك أصبع بنحطها داخل الأنف. أوكي. وبنخليها زائد الضغط. مع الضغط. مع الضغط. جميل. حتى ممكن إنه إحنا نلجأ لأنه نحط تلج
عرفتيه على المنطقة هاي، لأنه بتسوي انقباضات في الأوعية الدموية وبتخلي النزيف يقل. أو مثلاً تعطي الطفل ثلج إنه يحاول يمضغه أو يحاول مثلاً. لا هذا الشيء رح يزعج الطفل لأنه مشكلة بالمرحلة العمرية، بس أتصور إذا كان واعي بتجاوز الثمان سنوات ممكن يتقبل. شوفي إنه أوكي إحنا بالعادة بنحطه يعني على سطح الخارجي خارجي بالضبط، لأنه ممكن هو طفل تسبب له باختناق دون المرحلة العمرية المطلوبة. طيب دكتورة، في حال تعرض الطفل لرعاف استمر أكثر من نصف ساعة بغض النظر عن كميات الدم اللي قاعدة تسيل، هل نلجأ مباشرة للطوارئ؟ نعم، إحنا بنلجأ للطوارئ في هاي الحالة، لأنه إحنا في الطوارئ ممكن إنه إحنا نلجأ ل يعني عمليات أخرى لحتى نوقف النزيف. فهلا احنا اول شيء بنبلش في هذا النيزل باكينج زي ما شرحت لك، انه احنا بنحط قطن خاص او شاش خاص جوا الانف لحتى يوقف النزيف. وفي حالات تانية انه احنا اذا ما وقف النزيف معنا ممكن نلجا لكي الاوعيه الدمويه في الليزر او في التيار الكهربائي. فعلى هاي الطريقه دكتوره؟ نعم. اما في حال كان الموضوع اخطر من هيك والنزيف ما وقف، فاحنا بنلجا لانه نحضر المريض لعمليه جراحية تداخلية لحتى نعرف شو سبب النزيف ونعالجه. هذا أتصور من النادر إجراءها. نعم، هذا في حال إنه كان يعني أكثر شيء في حال كان في سقوط، في حال كان في كسر، أو في حال المريض كان عامل عملية مثلاً قبل بيوم أو الصبح وبعدين روح على البيت وبعدين بلش يصير فيه نزيف. ففي هاي الحالة إنه إحنا لا بناخذ المريض على العمليات لحتى نقدر نتصرف. عظيم دكتورة نور، إن شاء الله نكون أفدنا المشاهدين. إن شاء الله. إحنا بالنهاية بنأكد على إنها قد تكون مشكلة بسيطة لا تستدعي القلق إلا إذا استمرت فعلياً عن 30 نعم. دقيقة أو تكرر حدوثها مع طفل بشكل دوري ومتقارب. بالضبط. شكراً دكتورة نور. أهلاً. داود الطبيبة العامة. شكراً. شكراً.